ولتسليط الضوء أكثر على مسار حل الأزمة السورية في ظل تعطل أعمال اللجنة الدستورية ودور الدولة الفاعلة فيه، ينضم إلينا حسان النيفي الباحث السياسي السوري عبر الهاتف من غازي عنتاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن. تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين جميعا. حياك الله. المبعوث الدولي جير بيدرسون يعرب عن مسؤولية النظام السوري عن فشل الجولة الخامسة للجنة الدستورية، ماذا يعني ذلك وماذا سيغير من واقع السير نحو الحل؟ يعني بات واضحا منذ انطلاقة لقاءات اللجنة الدستورية ورفض النظام لوضع سقف زمني لعمل اللجنة الدستورية، ثم رفضه أيضا الدخول في صميم العمل اللجنة الدستورية وهو البدء بكتابة الدستور، كان واضحا تماما أن النظام يماطل ولا يريد أن يدخل بجدية بالعملية السياسية. هو يريد من أعمال اللجنة الدستورية هو استثمار الوقت والمماطلة لا أكثر ولا أقل. ربما كان السيد غير بيدرسون يجاري ويريد ربما من مصلحته أيضا أن يستمر عمل اللجنة، فصبر طويلا، ولكن اللقاء الخامس من أعمال اللجنة الدستورية قد أحرج سيد بيدرسون، وبات واضحا للعالم أجمع أن النظام يماطل، لا يريد أن يدخل في عملية تفاوضية جدية، مما حدا بالسيد غير بيدرسون في إحاطته يوم أمس أمام مجلس الأمن إلى التصريح بكل هواجسه، وبدا عليه الإحباط كاملا، يعني عندما أكد أن العملية السياسية إن لم يمارس المجتمع الدولي ضغطه وإجبار نظام الأسد على الدخول فيها فإنها لن تؤتي بشيء. بالتأكيد يعني الرفض، رفض العملية السياسية لا نتوقع أن يكون له انعكاسات مباشرة أو ردات فعل مباشرة من قبل المجتمع الدولي، طالما أن العملية مرهونة بمجلس الأمن. يعني أي إجراء ضد نظام بشار الأسد في مجلس الأمن سوف تقف روسيا وتتخذ أو تمارس حق النقض الفيتو. روسيا هي التي تحافظ على نظام بشار الأسد، وبالتالي هي شريكته الشراكة الكاملة في تحمل المسؤولية. هل يعني ذلك أن المجتمع الدولي بدأ يستوعب أن منصتي روسيا والقاهرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحسب على المعارضة السورية أم ماذا؟ يعني لا أعتقد الآن أن المسألة يعني للقاهرة أو بعض المنصات الأخرى لها دور مباشر بقدر ما الدور هو للدول النافذة. صديقي العزيز، يعني ما يجري على الأرض السورية هو صراع دولي وإقليمي، صراع مصالح. طالما أن هذه المصالح لم تتفق فلا نعتقد أن تجد العملية السياسية ترجمة حقيقية لها. الآن الأمريكان ينأون بأنفسهم عن القضية السورية، الروس مستعجلون في الحل، ولكن الأمريكان لا يتيحون لهم أن يفرضوا الحل الذي يريدونه. الإدارة الأمريكية تسعى لاستنزاف الروس في المستنقع السوري، الكل ما يزال مشغول بإدارة الأزمة وليس بإيجاد حل لهذه الأزمة. فبدون توافق دولي بين اللاعبين الكبار يمكن أن نقول أن كل ما تقوم به المنصات من موسكو والقاهرة وزيارات متبادلة هذا هو نوع أشبه بالعبث. حالة الانسداد السياسي عبر عنها السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف أن الوضع في سوريا هو الأصعب منذ سنوات، لماذا تراه روسيا بهذا الشكل وهي الفاعل الرئيسي على الأرض هناك؟ هي تريد من هذا التصريح يعني أن تبتز نظام دمشق، ربما تريد أن تضغط عليه أيضا. يعني الروس يعلمون جيدا ربما ومنذ زمن أن سوريا هي في كارثة من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية والاجتماعية من كل النواحي، ولكن ربما هذا التصريح للمسؤول الروسي في دمشق ربما هو ممارسة نوع من الضغوط ونوع من الابتزاز بآن واحد. هو يعرف أن التركة السورية الآن يعني إيران تقاسمه إياها، هو النظام يحاول يعني أحيانا إذا ضغطت عليه روسيا يحاول اللجوء إلى الحضن الإيراني أكثر، يريد أن يحقق توازن ما بين الإيرانيين وما بين الروس. ربما يعني كان التصريح الروسي هو نوع من الضغط ونوع من الابتزاز لنظام الأسد.
في السياق وعلى المستوى الميداني، قتلى وجرحى نتيجة قصف الميليشيات الإيرانية قرية البارة في جبل الزاوية. هل يمكن أن تتقدم أو أن تتقدم الحل السياسي في ظل استمرار انتهاكات النظام والميليشيات الإيرانية الحليفة له؟ يعني منذ أن بدأت العملية السياسية في جنيف 2012 وحتى الآن النظام لم يوقف التصعيد، يعني على الرغم من كل الهدن ومناطق خفض التصعيد التي تم اقتراحها، استراتيجية النظام بالتصعيد لم تتأثر وهي مقطوعة الصلة مباشرة بأي مسألة تفاوضية. النظام أمامه الحل الأمني، هو مصر على الحل الأمني، الروس أيضا يشاركونه أو يشاطرونه هذا الهدف، هم يريدون أن يتمكنوا من السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، لأن العملية السياسية هي لا تعنيهم، هي فقط باستثمار الوقت. لا أحد من السوريين، يعني مهما كثرت التحليلات والقال والقيل، ربما أهل مكة أدرى بشعابها، لا أحد من السوريين يتوقع أن يكون هناك حل سياسي يشارك فيه نظام الأسد. نظام يعني بشار الأسد لن يترك السلطة، إما مقتولا وإما في قفص العدالة. أما أن يسلم السلطة نتيجة عملية سياسية تفاوضية، لا أحد يعتقد ذلك. لذلك لا أحد يتوقع أيضا أن يكون التصعيد يتوقف أو يهدأ قليلا. فالتصعيد وخاصة في ريفي إدلب وحماة لم يتوقف، يعني بشكل يومي، بشكل ربما أحيانا تهدأ الوتيرة أو تعلو، ولكن قتل المدنيين، الاستهداف الشعب السوري هو استراتيجية أمنية ثابتة لدى النظام والميليشيات الموالية له. الباحث السياسي السوري الأستاذ حسن النيفي، كنت معنا عبر الهاتف من غازي أنتاب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.